نبدا اخبار البيت الكبير. النادي الاهلي النهارده الحقيقه كان في سلسله من الاجتماعات التحضيريه لما هو قادم. لماذا النادي الاهلي مختلف؟ مختلف عشان الثلاث اربع اخبار اللي جايه. كل الحقيقه عندما اصدر مجلس اداره النادي الاهلي قرارا بتاسيس شركه الاهلي لكره القدم، بعض طلع وقال لك ايه؟ اصل النادي الاهلي ده بيعمل الفنكوش. اتقال هذا الكلام. اصل هم بيقولوا بس كده عشان يسكتوا الناس، معرفش كان ساعتها في ايه، بس يعني دايما النادي الاهلي بيكسب. مش هو ده كان الكلام اللي بيتقال؟ ولكن دائما ما بيكون مجلس اداره النادي الاهلي مختلف عن الجميع بسبب ان هناك مؤسسه بتعمل. رئيس مجلس اداره معاه اعضاء مجلس اداره بيتخذوا قرارات، وبناء على هذه القرارات بيتم تغيير او بيتم تشكيل الفتره القادمه بالكامل. النهارده كانت هناك سلسله من الاجتماعات التحضيريه للي جاي. ايه اللي هيحصل في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه؟ كابتن خطيب بيعقد اجتماع لشركه الاهلي لكره القدم مع الجهاز الفني للفريق الاول واخر مع لجنه المواهب. مع ايه؟ مع الفريق الجهاز الفني للفريق الاول ومع لجنه المواهب. لجنه المواهب دي اللي بتختار اللاعبين اللي بيتم عرضهم على النادي الاهلي علشان لو في حد كويس يجي النادي الاهلي من خلال لجنه المواهب. الجهاز الفني اللي عليه لغط كبير جدا جدا خلال هذه الفتره، والكل بيقول لك اصل موسيماني هيمشي، اصل موسيماني مش عارف ايه، وكلام من هذا القبيل بنسمعه في كل المواقع وفي كل من بعض من لا يشجع النادي الاهلي بالمناسبه. وخدوا بالكم الكلام اللي بيتكتب في بعض المواقع بيبقى دايما موجه لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، عايز يهز الاستقرار في هذه الفتره. الفتره دي ما فيش كوره، الكل هينظر للمنتخب، وبالتالي دايما بيروح لناحيه النادي الاهلي والجهاز الفني بالنادي الاهلي. واي فريق بيخسر مباراه او بيخسر بطوله بيحصل كده. ولو كان حصل العكس، ان كان في نهائي كاس السوبر المحلي والاهلي كان كسب، كان ايه اللي هيحصل؟ هل الكلام كان هيتغير؟ هناك دايما تفكير مؤسسي وممنهج داخل النادي الاهلي. كل اللي هيحصل او كل اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت هيتم دراسته مع الجهاز الفني ومستر بيتسو موسيماني المدير الفني في اليومين ثلاثه اللي جايين. في اخطاء واحد اثنين ثلاثه هو هيقول لا ما فيش اخطاء، في اخطاء في هو ده الشكل انا ما اعرفش طبعا ايه اللي ممكن يحصل الفتره اللي جايه، ولكن مؤسسه النادي الاهلي بتشتغل بهذا الشكل دائما. في اخطاء حضرتك تيجي تقعد في واحد اثنين ثلاثة، طيب تمام انت محتاج ايه؟ محتاج كذا كذا كذا، هندعمك في الموضوع ده بالشكل المناسب علشان تقدر تكمل البطولات والانتصارات اللي اتعملت، لان جمهور النادي الاهلي لا يقبل خسارة ولا دوري ولا بطولة سوبر محلي ولا كأس الرابطة. لا قدر الله يعني ساعة لما هتكلم عنها او اتكلمت عنها من شوية. في الحقيقة كان هناك اجتماع النهارده، او كشف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمشرف العام على قطاع كره القدم عن ان هناك سلسله من الاجتماعات التي اجريت اليوم بين ممثلي شركه الاهلي لكره القدم وقطاع الناشئين والاكاديميه وادارتي التعاقدات واللوائح، وقال ايضا انها لن تكون الاخيره. وهناك اجتماع سوف ينعقد الاسبوع المقبل بين ممثلي شركه الاهلي لكره القدم والكابتن سيد عبد الحفيظ وموسيماني المدير الفني، وده اللي كنت بتكلم فيه لسه من شويه، واجتماع اخر مع لجنه المواهب التي يترأسها كابتن فتحي مبروك، وذلك في اطار الاجتماعات التحضيريه لاطلاع شركه الكره على نظام العمل في كافه ارجاء القطاع. زي ما حضراتكم شايفين هو ده الشكل اللي بيمشي بيه النادي الاهلي، او هو ده الشكل اللي بيحدث داخل مؤسسة النادي الأهلي. كابتن حسام غالي عضو شركة النادي الأهلي لكرة القدم مع طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على كرة القدم، وكابتن زكريا نصف عضو لجنة التخطيط، ده طبعا مستر بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين، ومعاه طبعا هيكون أكيد متواجد كابتن خالد بيبو مدير قطاع أو رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي. وبالتالي كابتن الخطيب بيعقد اجتماعات تحضيرية لممثلي شركة الكرة مع قطاعات الناشئين والأكاديمية وإدارتي التعاقد واللوائح. النهاردة الحقيقة حرص كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة على عقد عدة جلسات جمعت ممثلي شركة الأهلي لكرة القدم، كابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة الشركة،
والأستاذ عمرو شاهين المدير التنفيذي مع كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين والتشيكي مايكل بروكيتش المدير الفني للقطاع والكابتن عبد المنعم شطة مدير عام الأكاديميات وكابتن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات والأستاذة حنان الزيني مدير اللوائح كما حضر الاجتماع الكابتن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط. خلال الاجتماع